خير مرت عمي؟ عاوزة شي؟ عادي انتي وياه على شو فادي؟ هلا بتلبسوا وبتروحوا لبيت جوزكم. هلا؟ ايه هلا. لكن ايمتى؟ لايمتى بدكم ضلوا قاعدين عندي؟ بس عصام يا مرت عمي. عصام ما رح يقدر يفتح تمه بكلمة. بتقولوا له مرت عمي هيك امرت وخلص، بتقول لك صافي يا لبن. شو فهمتوا؟ لايمتى بدكم ضلوا برات بيتكم يعني؟ معك حق مرت عمي، بس عصام وقت رجعني من بيت اهلي ما اخذني على البيت، جابني لهون وقال لي بتضلي عند امي. اذا قالكم هالكلام بتقولوا له امك ما عاد بدها ايانا ببيتها، فهمتوا؟ يلا قوموا ضبوا بقجتكم، ويا ويلكم ويا سواد ليلكم اذا بسمع عنكم تخانقتوا انتوا وياه. والله والله لا اطلب منه يطلقكم انتوا التنتين. امرك مرت عمي. الله يخلينا ياكي مرت عمي. الله يهديكم يا بنتي ويصلحكم. الله يهديكم ويصلحكم. لطفي نسيتي انه سبت بدور ماله يوم عنده العصام؟ لك حبيبتي احسن احسن لك جدبه، بعدين بدي اشوف سبت الحسن والدلال اللي اخذها علينا، بدي نخص عليها شهر العسل تبعها. بوعدك بوعدك هدى ما تضل عنا اكثر من شهر، بس هي القصه بدها تفكير ومخمخه. يا عليك يا لطفي شو قويه، شلون هي مخمخه؟ خلص خلص امشي بعدين بقول لك امشي. علي 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 وحياك اجيت ابن عمي. منو انتو؟ نحن نسوان جوزك تشكلي قاسي وجايين نفرح فيكي. اوها اول عروس مرمره، اوها وتاني عروس سكره، اوها نفرح يا جوزنا، اوها وتالت عروس على المقبره. ليش؟ انتي اني وحده؟ انا مرته الاولانيه يا بعدي، وهي بنتي سعاد بكره لجوزك. انا هدى مرته الثانيه، حبلي وما بيواتيني شغل البيت. وانتي؟ انا فايزه مرته المدلله، وكلمتي عنده ما بتصير تنتين. ان شاء الله بتقرسك عقربتين يا مقمات العينتين. ما صار لك بالقصر الا امبارح العصر ولا فصعوني؟ شه لا تقولي فصعوني، احسن ما اقص لك لسانك والحشه للكلاب. ولاكي سيفي يجر رقبتك نجر. هدى خذي سعاد عني لقلي. طولي بالك لك خذيها روحي امي روحي. وليه جاية من البرية وبدك تاخذي الأولية؟ قدك قد الفارة وصوتك ملات الحارة. وليه؟ وين قعدك عريس الغفلة؟ بهديك الأوضة شفتيها؟ يا عدرسك يا الغفة حسك وليه؟ هي قطيلي فوتي طالع أغراضك منها أحسن ما طالع لك بلعك من ضرعك. فشرتي، ابن عمي قال لي فيوزتي نقي الأوضة اللي بدك إياها وخديها. إيه الله ياخد روحك بجاه النبي. بعبعي قد ما بدك، ابن عمي ما بحب غيري. وعلى شو بده يحبك يا بعدي؟ عرس معمعة وعروس ضفدعة. أنا ضفدعة؟ إيه شو عليه؟ باكل بكرش بسمع بطنش بقعد وبفنش. ان شاء الله بفنش البرغل بزلعيمه. اسمعي لي هلا منفضيلك اوضه بتروحي بتندرسي فيها، وروحي طالعي اغراضك من اوضتي احسن ما ارمي لك اياهم بزباله. ايه لا ما حذرتي بنوبه، اذا بتقربي على الاوضه ما تلومي الا حالك. كل جديد وله رهجه وكل قديم وله دفشه. ايوه شو عليه فايزه خانم؟ اضحكي اضحكي قد ما بدك، بس تضل على اللي بيضحك بالاخر. فيوزتي أنا رجعت. ابن عمي الحمد لله على السلامة. فضايل قل هو الله أحد. لطفية شلونك ابن عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هدى ناديتني ابن عمي. فايزة ايه ايه ناديتلك. تعو تعو خدوا من ايدي. ايه على راسي ابن عمي. هات لك هات لك ابن عمي. لا 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 خلص انت وياها. فايزة عيونك خذي هدول على المطبخ. أمرك يا تاج راس، أمرك يا نور عيون لفايزة. شو بلاقيكم رجعتوا على البيت؟ إيه والله يا ابن عمي مرت عمي رجعتنا بالقوة. مرت عمك أهلين وسهلين، وما إجا على بالها ترجعكم إلا اليوم. هيك أوامرها لمرت عمي ونحن ما بنسترجي نخالف أوامرها، مو هيك هدى؟ إيه بلا صحيح ابن عمي نسيت قلك إن شاء الله ألف مبروك عجواستك، تتهنى تقبرني. عن حق عن حق ابن عمي ذوقك بفايزة بيطير العقل. الله يبارك فيكم. شو بلاقي لسانكم حليان ما شاء الله عليكم،
روحوا روحوا كملوا شغل وبعتوا لي فايزة. قبل ما نبعت لك فايزة ابن عمي، بيرضيك انه اخذت لي قطي وقعدت فيها؟ لا لا ما بيرضيني، بس هلا فايزة عروس جديدة وبدي اياكم تعملوها احسن معاملة، فهمتي انت وياها؟ امرك ابن عمي. ايه والاوضة ابن عمي؟ خلص عدي بالاوضة الصغيرة. بلا شو؟ انا وبنتي نقعد بالاوضة الصغيرة وهي تقعد بالاوضة الكبيرة؟ غيره ابن عمي، بتريد مني شي تاني يا تاج راسي؟ فيوسي امرك ابن عمي، شو رايك ترجعي للاوضه للطفيه وتاخدي انت الاوضه الصغيره؟ معقوله؟ معقوله عم تطلب مني هيك طلب يا ابن عمي؟ لك انا بامرك وبامر ضرايري الحلوين يقبروا عظامي شو حاببتهم مثل اخواتي. لك شفتي؟ شفتي يا لطفيه؟ شفتي فايزه بنت العقيد قديش فهمانه ومعدله؟ روحي للطوف، روحي خذي الاوضه. بس إذا ما فيها سئلة بتساعدوني بترتيب الأوضة؟ شو هاد؟ بعدها بتدخل بهذا الموضوع؟ أنا بكرة بجيب على التالي بينقلوا جهازك على الأوضة الصغيرة وبينقلوا جهاز لطفي على الأوضة الثانية. فايزي الحقيني عاوزك. إيه أمرك ابن عمي. تخيل الله ما أحلى العرايس الحلوي. لك انتي بدك تجنيني انتي؟ شو جبه ولا عم تجذبيه علي يعني؟ لك ليش ولك لطوف؟ صحيح ضرتنا بس ليكي ما احلاهم. اي والله مثل العصافير. هلا هاي حلوه هاي؟ لك هاي حيه من تحت التبن. بس على مين؟ لو بتعرفي شو ساويت لك فيهم. لك شو عملتي فيها ولك لطفيه؟ حطيت لهم الريس بالفرشه. الريس؟ يا على عيونك يا لطفيه مأواكي، لك شلون قدرتي تفوتي على الاوضه؟ فت من الشباك لما كانت مقصوفه الرقبه بالمطبخ. الله يسترنا من عمايلك يا ضرتي. عما شبني هيك عم حكوك؟ لا ما كانوا عرسني شي. حطي حطي هاي زي كانوا انت عم تحكوك. لا لا ما عم حكوك. شو عم حكوك؟ شو ابن عمي لوين رايح؟ خليك عنا شوي لسه ما شبعنا منك. رايح واصل مشوار. وينك انت وياها وياها؟ بتلبسوا اوعيكم وبتجهزوا حالكم، بدنا ناخذ فايزة لعند امي مشان تشوفها. ايه لكان لازم مرت عمي تتعرف على ضرتنا الجديدة. ايه يلا بخاطركم. الله معك ابن عمي. الله معك ابن عمي. الله يرزقك من واسع السماء. لكي ولا لطفية؟ لا تفكريني مو عرفانة بعملتك انت هدى. ليش عملنا لك يا بعدي؟ شي؟ ليش مين اللي حاطت القرص بالفرشة؟ انا ما دخلني، هي لطفية هي اللي حطت القرص بالفرشة. ولا هدى عم تكذبي كمان؟ بدك تلبسيني تهمة مالي فيها؟ ايه لا ما عم تلبسك تهمة مالك فيها، والله لبلبس عينتينك التنتين. لا ما انا ما عاد اقدر اتحملك بنوم. شو جاي عملتي لي عقيد عندي بالبيت وليه؟ عقيد و600 عقيد. جيب امسكي. لا لا صارت منيحة طمني. ما قلت لك انا سبتي داعي وبعرف شو ساوي؟ الحمد لله يا رب العالمين. والله ما بعرف شلون بدي كافيك يا فايزة. خلاص انا راح اقول لابن عمي انه انا اللي ضربت لهدى بالغلط وانا حطيت كل الريس بالفرشة. لا لا ما تقولي له شيء. خلاص انا بقول له انه انا ضربتها بالغلط وانا بسامحني لاني جديدة. معقولة انت اكلي همي؟ والله اكلت همك وقت اللي شفتك كيف ملهوجة ومرعوبة على هدى. خلاص هدي. تعي فوت نشوفها. تعي. الله يكسر يدي على هالعملة. والله ما كان قصدي يا هدى وحياة الله بالغلط. شلون صرتي تقبريني؟ الحمد لله حسن. هي الحمد لله يا رب. الحمد لله لأني اتطمنت عليكي إنك أنتي منيحة. رح أعمل لك أحلى توتية ما داء ولا رح يدوق إنسانكم مثل توتية. إيه والله جاي على بالي. يلا هلا فورا عاملة. لك شايفة ما أحن قلبها؟ والله أنا كنت مفكرتها قارحة وقوية. طلعت بتحبك كثير. كانت عم تبكي برا. وأنتي كمان طيبة وحنونة وما في منك يا فايزة. صدقيني إني عرفت هالشي من أول ما شفتك. شلون صرتي هلا منيحة؟ الحمد لله أحسن. إيه الحمد لله. يعني هلا بس ليجي ابن عمي منروح عند حماتي مشان أتعرف عليها؟ منروح تقفريني منروح. أهلين بسلفتي لطفية. هدى أهلين. أحلى سلفة. أهلا وسهلا إن شاء الله. ألف ألف مبروك. أهلين بسلفتي فايزة. الله يبارك فيك. شلونك مرت أخي؟ أهلين سلفي. وين أمي؟ مرت عمي فوق بأوضتها قاعدة. اسمعي أنت وياها وياها، بدنا نطلع لفوق ونكسب الرضا من الوالدة. وراي يا مو